بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، نلتقي بكم مجدداً في مقرر فيزياء 4 في 311 للصف الثالث ثانوي الفصل الثاني درس استخدام الطاقة الكهربائية. ركزوا معي أعزائي الطلبة حتى تحلوا المسائل ونوصل لتحقيق أهدافنا للنهاية. أهداف اليوم: أول شيء نتعرف على تحولات الطاقة في الدوائر الكهربائية، من ثم بنطبق القوانين في حل المسائل الفيزيائية، وفي النهاية بنوضح المفهوم أو المقصود بالموصلات فائقة التوصيل في الفيزياء. تحولات الطاقة الكهربائية في الدوائر الكهربائية: نفس ما درسنا سابقاً وقلنا أن الطاقة ممكن تتحول أو بأي شكل من الأشكال اللي هي نعرفها، ممكن تتحول من كهربائية إلى صوتية إلى ضوئية وإلى حركية مثلاً. ومن هذه الأجهزة ومن الأمثلة اللي هي تحول لي هاي الطاقة مثل ما أخذنا سابقاً اللي هو المولد الكهربائي وكذلك المحرك الكهربائي. وأثناء تحول هذه الطاقة ممكن يكون عندي ضياع في هذه الطاقة، ممكن تضيع جزء من الطاقة لأن عندي كفاءة المحركة اللي هي الأجهزة لا تكون بشكل اللي هي 100%، ممكن تكون عندي طاقة غير ضائعة، بالعكس تكون في طاقة ضائعة. أعزائي الطلبة، سوف نتعرف اليوم وفي درسنا كيف نستفيد ونحول هذه الطاقة ونحسبها بشكل جيد. طبعا دائما إذا كانت عندي طاقة ضائعة، إنزين، دائما يكون في عندي اللي هي حالة سخونة، طاقة حرارية. مثلا لو أنا عندي جهاز محرك كهربائي، دائما نلاحظ أن هاي المحرك الكهربائي دائما يسخن، هذا معناته أن أنا عندي طاقة ضائعة قاعدة تصير موجودة عندي في هاي الدائرة وهاي الجهاز. الآن في أجهزة، هاي الأجهزة مخصصة حق أن تحول الطاقة الكهربائية دايركت إلى طاقة حرارية، نستعرضها اليوم. لكن لازم نتعرف في البداية ليش أو لماذا تسخن أو يسخن هذا المقاوم عند مرور تيار كهربائي فيه. بالتأكيد لازم نطبق نعرفها تعريفا فيزيائيا صحيح. فلازم تقول عزيز الطالب أن تتصادم الإلكترونات مع ذرات المقاوم الموجود عندك، بالتالي تعمل هذه التصادمات على زيادة الطاقة الحركية للذرات. طبعا بيكون عندي طاقة حركية وإذن وقوة اللي هي احتكاك، بالنتيجة لذلك ترتفع درجة حرارة المقاوم. ومن تطبيقات على هاي اللي هو هاي التطبيق اللي هي الأجهزة التي تولد الطاقة الحرارية، مثل الفرن الكهربائي، الطباخ الكهربائي، وكذلك كواية الملابس. الآن بنروح بنحسب كيف نحسب اللي هي الطاقة، شنو القوانين اللي بستخدمها عشان أنا أحسب فيها الطاقة الحرارية. فلازم عندي قوانين، ودائما الفيزياء عبارة عن تشابك قوانين مع بعض علشان استنتج قوانين أقدر استفيد منها في حل المسائل. فلاحظ عزيز الطالب، درست من اللي هو سابقا بأن القدرة هي عبارة عن I في V، ودرسنا أيضا أن القدرة هي عبارة عن I تربيع في R، فعلى حسب المعطيات الموجودة عندي في السؤال أقدر أحدد. وأيضا قانون ثالث أن القدرة تساوي فرق الجهد التربيع على المقاومة R. الآن وأخذنا بعد ثانوي أن اللي هو أن الطاقة على الزمن هي عبارة عن مفهوم فيزيائي اللي هو القدرة. نقدر نحول شوي في القانون، شنو بيصير؟ بيصير ان الطاقة تساوي ب في تي، وهذا هو القانون اللي احنا بناخذه هني. الآن من وين جات هذه البي؟ عوضنا، شلنا البي اللي هي البي هذه، شلنا الاي في هاي، من وين جات؟ جات لنا من قانون القدرة الأصلي. وهذا الشيء ينطبق على القانون الثاني، ان انت عزيز الطالب لازم تعرف احفظ القاعدة الأساسية اللي تقول ان الطاقة تساوي بي في تي. الآن بي هناك كم تساوي؟ تساوي اي تربيع في ار، واضربها في الزمن اللي هي انا رجعت اصلا لقانوني الأساسي. نفس الشيء ينطبق على
القانون الثالث. والآن عزيز الطالب سوف نطبق تمرين آخر لتعزيز الفهم عندك. السؤال يقول مصباح كهربائي قدرته، فإذا القدرة عزيز الطالب رمزها بي وتساوي 100 واط، وكفاءة 22%، أي أن هاي معناتها العبارة أن 22% من الطاقة الكهربائية تتحول إلى ضوئية. أكيد أنت تتساءل عزيز الطالب وين الجزء الثاني من الطاقة بيروح؟ أكيد بيضيع. فإذا الطاقة الكهربائية سوف تتحول إلى طاقة ضوئية وأيضا إلى طاقة ضائعة، وطبعا الطاقة الضائعة اللي هي على شكل بتكون حرارة. إنزين، عطاني في السؤال إن الطاقة الضوئية مقدارها 22%. إنزين، كم بيبقى من 100؟ تأكيد بيبقى عندي عزيز الطالب 78%. الآن بكل بساطة بتشوف شنو المطلوب عندي من السؤال. يقول السؤال يبي الطاقة الحرارية التي ينتجها المصباح كل دقيقة. عندي هنا معطى، معناته عطاني دقيقة يعني اللي هو الزمن تي. التي دقيقة واحدة، فأنا أضربها في 60 علشان أحولها إلى ثانية. مهم جدا إني أنا أستخدم الوحدات الدولية في حل المسائل. الطاقة الحرارية، إنزين شو معنى قانون الطاقة؟ الطاقة قانونها يقول إن أنا إذا كانت عندي طاقة هي عبارة عن القدرة مضروبة في الزمن. في السؤال أعطاني القدرة، إنزين جزء من هذه الطاقة اللي هو لو أنا بطلع الطاقة الحرارية يعني الطاقة الضائعة، كم مقدار الطاقة الضائعة عندي؟ هو عبارة عن 78%. إنزين القدرة كم تساوي في السؤال؟ تساوي 100، والزمن أعطاني إياه أنه هو خلال دقيقة. بالنتيجة إذا طلعنا الإجابة ستكون طبعاً بآلاتكم الحاسبة تأكدوا معاي، ستكون الإجابة بالتأكيد اللي هي 4680 جول، وما أنسى وضع الوحدات اللي هي جول لأن أنا عندي طاقة. نروح للسؤال اللي عقبه، يسألني عن الطاقة التي يحولها. زين شنو هي الطاقة؟ اللي هي طاقة الضوء في كل دقيقة. بعد قال لي إن الزمن خلال دقيقة واحدة. بكل بساطة نفس طريقة الحل بتكون إن أنا عندي طاقة كهربائية هي عبارة عن القدرة في الزمن. زين القدرة هني كم صار عندي من الطاقة الضوئية؟ أعطاني في السؤال تساوي 22% في اللي هي القدرة اللي هي عبارة عن اللي هي 100 وعطاني إياها في السؤال في اللي هي الزمن 60 ثانية. بالنتيجة بيطلع لي الإجابة اللي هي 1320. نفس الشيء أستخدم الجول. نروح إلى تدريب آخر عزيز الطالب، وهو تدريب أيضاً ممكن أنه يمر معاك في كل المسائل، مو شرط أنه يعطيك اللي هو الأسئلة بالتدريج وتطلع المعطيات، لا، لازم تأخذ المعطيات وتبدأ بالحل وتنطلق من دون أي اللي هي صعوبات. الآن شو يقول السؤال؟ يمر تيار، فإذا التيار أكتب المعطيات، تيار مقداره 2 أمبير في دائرة تحتوي على محرك. زين كم مقاومة؟ هاي المحرك عنده مقاومة، كم مقدارها؟ المقاومة رمزها R ويساوي 12 أوم. ما مقدار الطاقة المحولة إذا تم تشغيل المحرك دقيقة واحدة؟ نرجع للقوانين اللي خذيناهم في الشريحة السابقة. شو العلاقة اللي تربط ما بينهم؟ أنا أبي أطلع طاقة، وإحنا نعرف إن الطاقة لها كذا قانون. بما أن أنا أبي أشوف الطاقة هي عبارة عن القدرة
في الزمن. القدرة شنو ترتبط مع التيار ومع المقاومة؟ بكل بساطة اللي هي عبارة عن آي تربيع في آر في الزمن تي. الآن الدقيقة الواحدة نسينا نكتبها، دقيقة واحدة نفس الشيء، دقيقة واحدة أضربها في 60 لأني أنا لازم أحولها إلى ثواني، فإذا هني عندي 60 ثانية. التيار 2 تربيع في المقاومة R اللي هي عبارة عن 12 في الزمن اللي هو عبارة عن 60. بالنهاية عزيزي الطالب ستكون إجابتك بالتأكيد 2880 جول. ما أنسى أيضا كتابة الوحدات لأن قاعدين نستخدم اللي هو الطاقة، نشوف استخدامات الطاقة في حياتنا. والآن عزيزي الطالب سنأخذ الموصلات فائقة التوصيل. طبعا موصل فائق التوصيل من اسمه يعني يسمح بمرور التيار بشكل كبير، يعني مادة مقاومتها تكون صفرا ولا توجد ممانعة أو مقاومة لمرور هذا التيار. طبعا توصل الكهرباء دون فقد أو ضياع في هذه الطاقة، وهي معلومة جدا مهمة. إنزين لو أنا أعطيتك عزيزي الطالب سؤال، لا يحدث ضياع للطاقة الكهربائية في الموصلات اللي هي الفائقة التوصيل، يا ترى شو السبب؟ بالتأكيد ستكون عزيز الطالب أن هاي الموصلات توصل التيار الكهربائي بالكامل، توصل التيار بالكامل دون الحاجة لمصدر جهد، ما أحتاج إلى بطارية، ما أحتاج إلى مصدر جهد. إنزين بالتالي سيكون فرق الجهد، ما بيصير في عندي تغير في فرق الجهد، فبيكون فرق الجهد عندي اللي هو يساوي صفر. بالتالي تكون القدرة المستنفذة في الطاقة اللي هي المتحولة للطاقة الحرارية صفر. بناء على أي علاقة؟ إن القدرة تساوي التيار في الجهد. إنزين شلون ممكن إني أنا أحصل على موصل فائق التوصيل؟ أولاً يجب أن أبرد الموصل إلى درجات حرارة جدا منخفضة تصل إلى أقل من 100 كلفن حتى يصبح فائق التوصيل. فإذا الطريقة الوحيدة أني أنا أستخدم خاصية التبريد هي أوصل درجات الحرارة إلى أقل من 100 كلفن. طبعا أكيد كتطبيق فيزيائي وين ممكن أني أنا أقدر أطبق هاي التطبيق الفيزيائي في حياتنا؟ في استخدامات جدا كبيرة واللي هي ممتازة خدمة اللي هي الحياة. استخدامات هاي الموصلات طبعا في الأجهزة أو في التطبيقات اللي تحتاج إلى تيارات كهربائية جدا كبيرة وضخمة، منها اللي هي هذه الجهاز وهو عبارة عن جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي يستخدمونه في صناعة المغانط، وأيضا في مسرعات الجسيمات. والآن عزيزي الطالب أتمنى أن تكون استفدت من حصة اليوم، نلقاكم إن شاء الله في حصة قادمة، شكراً.